أهلين، اليوم راح أشرح لكم الترانسبورت through the cell membrane. إذا جودة المقطع عندكم مو كويسة، عددوا إعدادات المقطع عندكم من اليوتيوب نفسه، عددوا إعدادات الجودة يعني. طيب، أول حاجة راح نتكلم إيش نقصد بالترانسبورت through the cell membrane. خلونا نتخيل مع بعض إنه هذه الخلية وهذا الغشاء حقها، تمام؟ الأشياء اللي تبي تطلع من جوا الخلية لبرا والأشياء اللي جاية من برا لجوا الخلية راح تمر مع هذا الغشاء، ومو كل شيء راح يقدر يمر مع هذا الغشاء لأن الغشاء أصلاً مكون من ليبيد دهون، تمام؟ فبعض الأشياء راح تحتاج قنوات بروتينية تنقلها سواء خارج أو جوا الخلية. بعض الأشياء راح تحتاج كارير، وبعض الأشياء راح تحتاج أشياء ثانية، وحنا نتكلم عن هذا كل الموضوع، كيف المواد تنتقل من جوا لبرا الخلية. Transport through the cell membrane. طبعا عشان تنتقل المواد يعني through the cell membrane في أكثر من طريقة، في الpassive transport والactive transport والbulk transport. بالنسبة للpassive transport من اسمه passive، فما يحتاج energy، ما يحتاج ATP، ما يحتاج ATP. ففي نوعين من الpassive diffusion اللي ما يحتاج energy، اللي هو ممكن يكون diffusion or osmosis. osmosis هي حركة الموية، ورح تتكلمون عنها أكثر في البلوكات الجاية، ما رح نتطرق لها في هذا الليكتشر. فبالنسبة للdiffusion، الdiffusion هو تدفق الأيونات، هو التدفق. طيب هذا التدفق كيف الأيونات تتدفق في جسمنا بدون ما تحتاج طاقة؟ فإحنا لما نتكلم عن تدفق الأيونات بدون طاقة نقول من higher concentration to lower concentration. شوفوا مثلاً هذا المثال على الأيونات، شوفوا هي الأيونات تمشي بهذه الطريقة، من higher concentration، من المكان اللي يكون تركيزها فيه عالي للمكان اللي تركيزها فيه أقل، تمام؟ فهي تمشي بهذه الطريقة. فعلى سبيل المثال الصوديوم تركيزه جوا الخلية جداً عالي، فتركيزه برا الخلية جداً عالي وتركيزه جوا الخلية قليل. فهو إيش يسوي؟ يمشي بهذه الطريقة، يحاول دائم يدخل الخلية، فدخول للخلية يكون بدون طاقة. فهمتوا؟ يعني عشان ندخل الصوديوم للخلية ما نحتاج ATP، لكن عشان نطلعه من الخلية نحتاج ATP. ليش؟ لأن عشان إحنا نطلعه هو أصلاً يبغى يدخل، هو يبي يمشي من المكان higher concentration للlower concentration، هو يتدفق بهذه الطريقة. فلما إحنا نبي نطلعه من نوديه من lower concentration lower للhigher نحتاج طاقة، نحتاج طاقة عشان ندفعه للخارج، لأن إحنا جالسين مشي عكس الـ concentration gradient. concentration gradient يعني من higher gradient للlower gradient، وأي شيء يمشي مع الـ concentration gradient ما يحتاج energy، ما يحتاج ATP، لأنه هو أصلاً طبيعته راح يمشي بهذا الطريق، فما يحتاج إحنا نبذل جهد عشان نحركه مثلاً. طيب، فـ diffusion عندنا نوعين، simple diffusion و facilitated diffusion. السمبل ديفيوجن من اسمه يعني يدخل عن طريق الممبرين نفسه، يعني مثلا راح هذا السيل راح يدخل الموليكيولز او تطلع عن طريق الممبرين نفسه، راح تعبر هذا الممبرين او عن طريق بروتين شانلز موجوده في الممبرين. اما الفاسيليتيتد ديفيوجن لا، نحتاج كارير، والكارير هذا بتسمعونه في الفاسيليتيتد ديفيوجن وراح نتكلم عنه اكثر، بس كذا بعطيكم نظره عامه. طيب بالنسبة للأكتيف، من اسمه أكتيف ترانسبورت يعني لازم إنرجي. بما إنه إنرجي يعني إحنا جالسين نحرك، نحتاج ATP. يعني إحنا جالسين نسوي، جالسين نحرك الأيونات عكس الكونسنتريشن جريدينت حقها، جالسين نحركها من اللور كونسنتريشن للهاير كونسنتريشن. شوفوا جالسين نحركها من اللور للهاير، فإحنا نحتاج طاقة عشان ندفعها ضد حركتها الطبيعية. طيب الأكتيف ترانسبورت طبعا في برايمري وسكندري، احنا قسمناهم برايمري وسكندري بناء على السورس اوف انرجي. فهنا البرايمري السورس اوف انرجي يكون دايركتلي من الاي تي بي، هنا سكندري السورس اوف انرجي يكون اندايركتلي، يعني يكون من البرايمري، راح نتكلم عنه اكثر في السلايدات. يعني طبعا السكندري يكون عندي كو ترانسبورت وكاونتر ترانسبورت، راح نتكلم عنهم اكثر. طيب البلكي ترانسبورت هو مثال عليه الفلتريشن، والفيزيكولر ترانسبورت مثال عليه الاندوسيتوسيس
والإكسوسايتوسيس. طب الحين أنا بس بعرفكم عليه مسميات عشان تخيلون الخريطة معي، عشان تخيلون تسلسل المواضيع معي، بعدين إحنا حنتكلم عن هذه كلها. يعني طبيعي إنكم ما تفهمون شيء الحين. طيب بالنسبة للشانلز اللي إحنا قلنا عشان تدخل مواد جوا أو تطلع برا الخلية، في شانلز تعبر عليها. شانلز هذه هي قنوات، قنوات بروتينية تمشي جواها الأيونات تدخل أو تطلع، لأن مو كلهم يقدرون يعدون الغشاء هذا، فيحتاجون قنوات تنقلهم. فالشانلز هي عبارة عن ترانس ممبرين بروتين. إيش معناته ترانس ممبرين؟ يعني هذا الممبرين هي جاية كذا، فهمتوا؟ جاية كذا على الممبرين نفسه، زي هنا مثلا الصورة هذه أوضحها. هذا الليبيد باي لير، لا مو هذا الليبيد باي لير، هذا هو الليبيد باي لير معلش، وهذا هو الغشاء الخلية. وشايفين كيف هذه الشانل تسمح للأيونات تخرج من الخلية. فهي عندنا ترانس ممبرين بروتين allows ion to pass through. طيب أنواع الشانلز الموجودة عندي، يا أنها تكون non-gated يا أنها تكون gated. إيش الفرق بينهم؟ non-gated يسمونها leaky channels، تكون ضعيفة أو تكون يعني سماحتها جد يعني تسمح للأشياء تمر ودائما مفتوحة، يعني تسمح للأيونات تخرج تطلع متى ما تبي على حسب الconcentration gradient حقها. فهي تكون دائم هذه الشانلز مفتوحة، فهمتوا؟ non-gated يعني non-controlled، يعني ما في شيء، ما عندها جيت. ايش يعني جيت؟ يعني شيء يقفلها ويفتحها، فهي دايم مفتوحه، دايم مفتوحه وتسمح للايونات تمشي على كيفها. وكمان عندها يعني كل 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 شانلز، مثلا هذه نون جيتد شانل للبوتاسيوم، هذه نون جيتد شانل للصوديوم، تمام؟ فكل كل يعني كل شانل لها سبيسيفيك ايون معين تنقله، هي مسؤوله عنه. يعني مو مثلا مو شانل واحده مسؤوله عن الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، لا كل ايون له شانل خاصه فيه. طيب بس احنا هذه النينجيتد اللي بتكون ليك شانلز اللي بتكون دايم مفتوحه، يكون عندي مور بوتاسيوم اند فيو صوديوم. ليش؟ خلونا نعرف ليش مع بعض. شوفوا هذه الخليه، الخلية احنا لازم تعرفوا انها لازم تكون negative inside، لازم inside تكون negative. ليش؟ لان هذا resting membrane potential حقها، resting membrane potential. طبعا هذا ايش طبيعي ما تفهمون ايش يعني resting membrane potential، راح تدرسونه بعدين، بس عشان اوضح لكم ان الخلية طبيعتها في الوضع الطبيعي اللي بدون action potential واللي بدون حركات وما ادري ايش، طبيعي انها تكون negative inside، يعني إشارتها الطبيعية جوا الخلية يكون نيجاتيف. طب إحنا كيف نحافظ على إنه جوا الخلية يكون نيجاتيف؟ لازم هذه إحنا عندنا، إحنا قلنا عندنا جيتد شانل ونون جيتد، لازم هذه النون جيتد اللي دايم مفتوحة يكون عندي إيش؟ يكون عندي كثير صوديوم وقليل بوتاسيوم. ليش؟ لأنه هي دايم مفتوحة هذه النون جيتد، فبتسمح الأيون يمشي على حسب الكونسنتريشن جريدينت حقه. فعلى سبيل المثال ترى البوتاسيوم، مع هذه معلومة مهمة، البوتاسيوم جوا الخلية مرة كثير وبرا الخلية مرة قليل، فهو دايم يمشي حسب الconcentration gradient حقه، ودايم يميل انه يطلع برا الخلية، يروح للتركيز الأقل، تمام؟ يطلع برا الخلية. والصوديوم مرة قليل جوا الخلية ومرة كثير برا الخلية، فدايم يميل انه يدخل جوا الخلية يمشي حسب الconcentration gradient بتاعه. فأنا لو مثلا هذا كلهم بوزيتيف، انت شايفين البوتاسيوم بوزيتيف والصوديوم بوزيتيف، لو أنا كثرت قنوات البوتاسيوم اللي راح تطلع لي البوتاسيوم راح يصير بوزيتيف أكثر برا، ولو قللت قنوات الصوديوم اللي راح تدخل لي الصوديوم كني أقلل البوزيتيف تشارج اللي جوا، كني أقلل عدد البوزيتيف تشارج اللي راح تدخل جوا وأكثر عدد البوزيتيف تشارج اللي راح تطلع برا، فهمتوا؟ فأحافظ على النيجاتيف تشارج انسايد ذا سيل، لاني راح ادخل شويه بوزيتيف واطلع كثير بوزيتيف، فهمتوا؟ فدايم يكون عندنا هذه الليك شانل تكون اكثر شيء مور بوتاسيوم شانل وفيو صوديوم شانل يكون عندي. When these channels are open، لما هذه الشانلز راح تكون مفتوحه الصوديوم راح يروح انسايد ذا سيل، وقلت لكم ليش يروح انسايد، لانه يمشي حسب الكونسنتريشن جريدينت، لانه راح يدخل جوا الخليه لانه جوا الخليه قليل.
فبيمشي من high concentration to low concentration. والبوتاسيوم رح يموف out of the cell. ليش؟ لأنه رح يمشي كمان حسب ال concentration gradient, رح يروح من ال higher concentration ل lower concentration. فشوفوا هنا مثلا هذه الصورة, هنا جوا الخلية, فالبوتاسيوم يبغى يطلع جوا الخلية, فهنا selective filter, يعني هذا الشانل الخاصة بس بالبوتاسيوم فإنها تطلع, فهمتوا؟ فselectivity عندها إنها تعرف إنها بس تطلع البوتاسيوم هذه الشانل, فاسمها leaky channel dime open. وشوفوا حتى دقيقة, شوفوا حتى ما عندها gates, ما عندها gate يعني ما عندها قفل للشانل نفسها. روح تشوفون كيف بعض القنوات عندها قفل. طيب الgated channel, الgated channels open or close by conformational change. إيش يعني conformational change؟ يعني تغير في شكل الشانل نفسها, الشانل نفسها تقوم تغير شكلها, ويعني يكون عندها قفل معين فتصنع لها قفل وتقفل. فهذه الجيتد ما تكون دايم اوبن, يعني تقفل وتفتح على حسب الوضع اللي هي تحتاجه. يعني خلاص احنا ما راح اخلي الايون سايب يطلع زي ما يبي برا, او الايون سايب يدخل بكميات هائله جوا السل, لا راح اتحكم الكميه اللي احتاجها برا والكميه اللي احتاجها جوا, راح اقفل وافتح متى ما بغيت على حسب, راح اسوي لي conformational change في شكل البروتين نفسه. طبعا هي تفتح لفتره قصيره بناء على يعني تتحكم في في الدايريشن اوف ايون فلو, يعني تتحكم في المده اللي راح تمشي فيها الايون, فراح تشوف متى تحتاج كم تحتاج وهذه الاشياء. طب هذه الجيتد شانل في منها ثلاث انواع, في فولتج جيتد, في ليجند جيتد, وفي ميكانيكال جيتد. بالنسبة للفولتج جيتد هي اللي يصير فيها الاكشن بوتنشيال لو انتوا اخذتوا الاكشن بوتنشيال. فالفولتج جيتد يصير فيه انه عندي انا نيرف امبلس, خلوني اشرح لكم. هذه هي مثال على الفولتج جيتد. شوفوا في عندي جيت في الشانل, هذه ان اكتيفيشن جيت. ايش يعني ان اكتيفيشن جيت؟ يعني هي اللي راح تقفل, تسوي لي ان اكتيفيشن. شوفوا في اخر صورة كيف راح تقفل, راح اشرح لكم التسلسل عشان تفهمون اكثر. الحين هذا الشنف في وضعه الطبيعي, تمام, ما جاء عندي نيرف امبلس, وما جت عندي يعني ما جاء عندي تحفيز من العصب, ما جاء عندي اي شيء. فحتكون الشنف بهذه الطريقه, حيكون فيها اكتيفيشن جيت وان اكتيفيشن جيت, تمام, لانها جيتد شانل. طيب فهذا في الريستنج ميمبرين بوتنشال في الحاله الطبيعيه. لما يصير عندي ثريشولد, يعني ايش هو ثريشولد همونه اكثر بعدين, بس بشكل عام هو التحفيز اللي يجي من العصب. فلما يجي النيرف مثلا يسوي تحفيز هنا, يرسل امبلس, استايل كولون وما ادري ايش كل دي الاشياء, ايش راح يصير؟ راح تفتح الاكتيفيشن جيت. شوف كيف كانت, راح تسوي كونفرميشنال تشينج وراح تصير فاتحه, فتسمح للايونز بانها تتدفق جوا, تسمح للصوديوم بانه يتدفق جوا ويصير بوزيتيف انسايد, يعني تغير الالكتريكال تشارج حقت الخليه, بدل ما تكون نيجاتيف تصير بوزيتيف. شوفوا كانت نيجاتيف 70 رفعها لبوزيتيف 30, فهمتوا؟ خلاص احنا الحين وصلنا بوزيتيف 30 مثلا نيرف امبلس, الحين خلاص ما عاد نبغى اكثر من بوزيتيف 30 جوا الخليه. فالحين تشتغل الان اكتيفيشن جيت وتسوي ان اكتيفيشن, تقفل القناه فيقوم الصوديوم ما هو قادر يدخل, فهمتوا؟ فهذه هي الفكرة. الفولتج جيتد هي electrical potential change cause conformational change that close or open the channel. يعني في electrical potential change, في electrical impulse جاية من العصب, هي اللي تسبب لي conformational change. هذا conformational change تسبب لي إن القناة تفتح أو تقفل. طيب once the channel opened, the ions move down their course, their concentration gradient and change polarity. change polarity يعني حتسبب positive inside the cell. فلما يدخل الصوديوم, صوديوم influx يعني دخول الصوديوم cause positivity inside, راح يسبب positive charge جوا السل. فالresting membrane potential اللي هو الخلية في وضعها الطبيعي تكون negative, زي ما قلت لكم تكون negative 70 ملي فولت. فلما يجي إشارة العصب, إشارة النيرف وتفتح القنوات هذه ويدخل عندي الصوديوم, توصل لبوزيتيف 30, تمام, بعدين لما تقفل دي القنوات عاد ترجع لبوزيتيف 70, ترجع لنيجاتيف 70 معلش. طيب الفولتج جيتد شانل طبعا هذه مسؤوله عن الاكشن بوتنشال,
والفولتج جيتد كالسيوم شانل هي المسؤولة عن المسل كونتراكشن. وراح تاخذون يعني في الامس كي راح تدرسون المسل كونتراكشن بالتفصيل، بس الحين يعني اعرفوا انها مثال عليها. طيب بالنسبة للنوع الثاني من الجيتد شانلز اللي هي الليجند او كيميكال جيتد شانل، هي اكيميكال سيجنال، يعني هي في كيميكال سيجنال تجي سواء كانت هرمون، نيورو ترانسميتر، سكند مسنجر، تجي وتعمل بايندينج من اسمها ليجند جيتد، يعني تحتاج عندها بايندينج سايت، تحتاج انه في شيء يعمل بايندينج عندها فتفتح تسبب كونفرميشنال تشينج وتفتح عندي هذه القنوات. طيب شوفوا مثلا هنا، شوفوا هذا النيورو ترانسميتر هذا الاخضر يجي يعمل بايندينج يقوم يفتح للقناة تقوم تدخل الأيونز، تمام؟ فمثال عليها النيكوتينيك ريسبتر، نيكوتينيك ريسبتر يشبه هذا الموجود في الصورة، يجي أستايل كولن يعمل بايندينج على هذا النيكوتينيك ريسبتر تقوم الأيونات داخله. طيب فأنتوا اعرفوا مبدئيا كذا مثال الليجند جيتد، مثال عليها النيكوتينيك ريسبتر، ايش اللي يربط على النيكوتينيك ريسبتر؟ أستايل كولن. طيب الميكانيكالي جيتد شانلز ما تطرق لها كثير في السلايد، يعني بس قال انها هي الشانلز اللي يعني ميكانيكالي جيتد تفتح عن طريق الساوند ويف مثلا في قوقعة الاذن. البوتاسيوم شانلز راح تفتح لما تجي الساوند ويف، ولا البريشر لما يجي احد يلمسك مثلا. فعندك تاتش ريسبتورز، فلما التاتش ريسبتور هذه تحس بالبريشر تقوم فاتحة كمان تقوم تفتح. فهنا مثلا خلونا نشوف الصورة، هنا عندنا هذا في الحالة الطبيعية هذا اللينكينج فيلمنت، طبعا هنا شوف كيف مربوطين مع بعض. بعدين لما مثلا يجي بريشر ساوند ويف يحرك هذه الأشياء على جنب تقوم فاتحة هذه القناة، تقوم فاتحة ومدخلة بوزيتيف تشارج جوا. فلما تدخل بوزيتيف تشارج جوا، شوفوا هنا مثلا دخل بوزيتيف تشارج جوا تبدأ تحسون. فهنا التاتش ريسبتورز اللي تحس بالبريشر والساوند ويف في القوقعة هي الميكانيكالي جيتد. طيب خلونا مرة واحدة نراجعهم كلهم. الايون شانل يا تكون always open اللي هي الليكي شانل اللي سميناها non gated تكون دائم مفتوحة، والفولتج جيتد اللي هي تنتظر تغير في الالكتريكال بوتنشال زي اشارة عصبية اي شيء كذا، تمام؟ وعندنا الميكانيكالي جيتد تنتظر بريشر او تاتش او شيء عشان تحس فيه. الليجند جيتد تنتظر ريسبت يعني نيورو ترانسميتر او هرمون يرتبط فيها ويسبب انه القناه تنفتح. فهذه انواع القنوات عندنا. طيب بما اني خلصنا انواع القنوات الحين نقدر ندخل على السلايد ونشوفه بسرعه. طيب احنا تكلمنا عن هذا الشيء، قلنا transport through the cell membrane ممكن يكون passive ممكن يكون active ممكن يكون bulk transport. الpassive قلنا ما يحتاج ATP زي الdiffusion والأزموزس، وقلنا الأزموزس ما راح تطرقون لها كثير في هذا السلايد. الactive transport مثال عليه primary active secondary active، والفرق بينهم عن طريق source of ATP. في primary من اسمه primary يعني source directly from ATP. البالك ترانسبورت اللي هو الفلتريشن والفيزيكولر ترانسبورت وراح نتطرق لها في سلايد، تمام. الشانلز زي ما قلت لكم عندي هي ترانس ممبرين بروتينز لو ايون تو باس ثرو، عندنا نون جيتد وتكون دايم مفتوحه وتكون اكثر بوتاسيوم اكثر من صوديوم، وقلنا تسمح للصوديوم يدخل جوا الخليه والبوتاسيوم يطلع من برا الخليه حسب الكونسنتريشن جريدينت تبعها. هذا كله شرحناه. طيب قلنا الجيتد شانلز عندها ثلاث انواع فولتج وليجند وميكانيكالي جيتد، قلنا هذا الكلام كمان. قلنا الفولتج جيتد تتاثر بالالكتريكال بوتنشال تشينج، قلنا الليجند جيتد تتاثر بالكيميكال سيجنال، والميكانيكالي جيتد قلنا بالساوند ويف وبالبريشر. هذا نفس الكلام اللي تو قلناه. طيب ندخل في العميق الحين، الباسيف ترانسبورت اللي هو ما يحتاج من اسمه باسيف ما يحتاج اي تي بي نو انرجي، وله نوعين ديفيوجن وايش ديفيوجن، والنوع الثاني اللي هو الازموزس، والازموزس ما راح نتطرق له، راح نتطرق للديفيوجن بالتفصيل.
ديفيوجن نوعين، سمبل ديفيوجن وفاسيليتيتد ديفيوجن. طيب بشكل عام الحين الباسيف ترانسبورت، الباسيف ترانسبورت هو النت موفمنت اوف مولكيولز اند ايون فروم هاير تو لوور كونسنتريشن. قلنا اصلا ايونز تمشي من هاير تو لوور كونسنتريشن، فما يحتاجون طاقه عشان نحركهم لانهم اصلا يمشون بهذه الطريقه. طيب does not require energy، ما تحتاج ATP. طيب بما أنها ما تحتاج ATP، على أي أساس تصير؟ بناء على الكينيتيك movement of molecules. نتيجة هال الموليكيولز لما تمشي من higher concentration to lower concentration هم يمشون يسببون لي kinetic energy. The net diffusion طبعا متى راح يوقف التدفق؟ خلونا نحط مثال، مثلا البوتاسيوم دايم قلنا يتدفق برا الخلية لأن جوا الخلية أعلى. طب متى راح يوقف انه يتدفق برا الخليه؟ اذا تساوى اللي عدد البوتاسيوم اللي برا بعدد البوتاسيوم اللي جوا، هنا راح يوقف الديفيوجن عندي، راح يبطل يكون في هاير ولور كونسنتريشن، راح يكون الكونسنتريشن اصلا متساوي في المكانين، فما راح تتدفق الايونات لانها دائم تتدفق فروم هاير تو لور. طيب الديفيوجن عندنا سمبل ديفيوجن وفاسيليتيتد ديفيوجن. طيب ايش هو الديفيوجن؟ الديفيوجن هو random molecular movement of substance molecules by يعني هو حركة عشوائية من باختصار هو تدفق الأيونات، تمام؟ through the intermolecular space in the membrane. يعني عندنا في الممبرين في كذا هذا غشاء الخلية في كذا spaces، هنا راح يصير diffusion في هذا spaces الموجودة. The continual movement of molecules in liquid or gases، حركة الجزيئات المستمرة في الغازات أو في السوائل from region of higher concentration to region of lower concentration يسمونها diffusion اللي هو التدفق. الديفيوجن له نوعين، simple diffusion. أول شيء simple diffusion يعني حيكون عن طريق concentration gradient، لأن احنا قلنا هو passive على طول، أصلا passive يعني ما يحتاج إنه ATP، يعني ما يحتاج ATP يعني حسب الـ concentration gradient passively without binding with a carrier، وهذا اللي يميزه عن facilitated. الـ facilitated عندنا قلنا diffusion simple facilitated. اللي يميز عن facilitated إن الـ facilitated لازم مع carrier، simple لا بدون carrier without binding with a carrier protein، ورح نتكلم إيش يعني carrier protein يعني في السلايدات الجاية. طبعا عندنا فاكتورز تأثر على الديفيوجن ريت، يعني متى يكون معدل التدفق حق الأيونات عندي عالي، متى يقل وكذا، في فاكتورز تتحكم بهذا الشيء. طبعا من ضمن الفاكتورز هذه الكونسنتريشن جريدينت هي المين درايفنج فورس اوف ديفيوجن. كل ما زاد الكونسنتريشن جريدينت كل ما زاد الديفيوجن. طيب كيف يعني؟ شوف هذا مثلا جوا الخلية وهذا برا الخلية. البوتاسيوم برا الخلية مرة قليل والبوتاسيوم جوا الخلية مرة عالي، كل ما كان هذا أعلى بكثير وهذا أقل بكثير كل ما زاد الكونسنتريشن جريدينت، كل ما زاد تدفق البوتاسيوم اللي برا، كل ما كان البوتاسيوم يبغى يروح للور كونسنتريشن بأقوى ما عنده، فهمتوا؟ فكل ما زاد الكونسنتريشن جريدينت كل ما زاد النت ديفيوجن. كمان السويلابيليتي، لأنه أصلاً عندنا غشاء الخلية زي ما قلت لكم ليبيد، فكل ما كان المادة هذه ليبيد سويلابل كل ما كانت الديفيوجن حقها أسهل وأسرع. السيرفس أريا، كل ما زادت السيرفس أريا كل ما زاد الديفيوجن، زي مثلاً عندنا الشعب الهوائية. الثيكنس أوف ممبرين، كل ما زادت الثيكنس تبع الممبرين، يعني تخيلوا هذا غشاء الخلية وهذا غشاء خلية، كل ما زاد الثيكنس تبع الغشاء كل ما قل الديفيوجن، كل ما كان أصعب على الجزيئات إنها تمر، فهمتوا؟ كل ما زادت temperature كل ما زادت الديفيوجن. ليش؟ لأنه أصلاً temperature تزيد حركة الجزيئات فيزيد التدفق حقهم. المولكيولر ويت، كل ما زاد يعني السايز حق المولكيول كل ما كان أصعب إنه يدخل لأنه يكون كبير. مثلاً هنا شوفوا المولكيولر سايز كان صغير دخل بسرعة، صار كبير يعني في صعوبة في دخوله. طيب simple diffusion ممكن يصير في cell membrane بطريقتين،
يا أنه رح يدخل مباشرة عن طريق الثرو الليبيد باي لير اللي هو غشاء الخلية اللي هو عبارة عن ليبيد. غشاء الخلية عبارة عن طبقتين من الليبيد، فعشان كذا يسمون ليبيد باي لير. يا أن هذا الشيء يعني simply will diffuse من الليبيد باي لير. طيب بناء على إيش؟ متى هذا الشيء رح يدخل عن طريق الليبيد؟ أول حاجة إذا كان ليبيد soluble substance زي الأكسجين النيتروجين، خلاص directly رح يدخلون مع ال يعني حيكون الليبيد soluble ورح يدخلون بالسمبل ديفيوجن جوا الخلية. طيب لو كان كمان الواتر موليكولز اللي هو ال H2O، ال H2O كمان رح simply will diffuse from the phospholipid bilayer، رح يدخل ببساطة منها. بس كمان يعني الواتر رح يدخل من الليبيد باي لير ورح يدخل كمان من البروتين شانلز. تمام، احنا عندنا طريقتين، يا يدخل من البروتين شانل يا يدخل من الليبيد باي لير. فالواتر موليكيوز رح يدخل مع الثنتين، يعني عنده حرية الاختيار، يا يدخل مع غشاء الخلية مباشرة يا يدخل مع القنوات البروتينية. طيب كمان من الأشياء اللي مسموح لها تدخل من الليبيد باي لير اللي هي الليبيد انسويلبل، يعني كل دول مسموح لهم، ركزوا كل دول مسموح لهم. أول حاجة الليبيد سويلبل والليبيد انسويلبل مسموح لهم كمان، والووتر موليكيولز. الليبيد انسويلبل كيف مسموح لهم؟ هم أصلا مو ليبيد. في حالة واحدة إذا كانوا هم سمول إنف فإنهم يدخلون مع الليبيد، يعني كانوا مرة صغار وخلاص بسيطة حيدخلون. وإذا كانوا uncharged، ليش إذا كانوا uncharged؟ لأنه إذا كانوا charged رح تشبك معهم جزيئات الموية. تمام، فلما تشبك معهم جزيئات الموية يصير كذا عندي يزيد حجم الجزيء ويزيد الموية المحوطة فيه، فما حيقدر يمروا مع الدهون، لأن بطبيعة الحال الموية ما تذوب في الدهون فما رح يقدرون يمروا. فالليبيد انسويلبل رح يمرون في حالة وكانوا small enough وكانوا uncharged، زي اليوريا مثلا. اليوريا رح يقدر يدخل مع الليبيد بايلير مع أنه ليبيد انسويلبل. تمام، طيب في أشياء تدخل عن طريق بروتين شانلز، يعني يصير simple diffusion بس عن طريق بروتين، قنوات بروتينية. إيش هذه الأشياء اللي رح تدخل عن طريق القنوات البروتينية؟ يقول لك الأشياء اللي ما تقدر تدخل مع الليبيد بايلير، ما تقدر، يعني إيش؟ يعني حجمها كبير، يعني حجمها كبير وشارج كمان. طبعًا هو البروتين شانلز هو واتري باثوي، يعني بدل ما تدخل مع الليبيد هي تعتبر واتر باثوي. الأيون، طيب يعني الأيونز اللي يكون عندها electrical charge وما تقدر تدخل مع الليبيد باي لير لأنها electrically charged رح تدخل مع البروتين شانلز. أو كمان الأشياء اللي إيش كمان أقول لك إنه لا إله إلا الله، الأشياء اللي تكون الأيونات اللي تكون charged بيصير بينها وبين الليبيد تنافر interact، فما حتقدر تمر مع الليبيد، فتحتاج إنها تمر مع بروتين شانلز. في الأشياء الكبيرة large in size و electrically charged راح تمر مع البروتين شانل. طيب البروتين شانلز عندها أشياء تميزها إيش؟ إنه أول شيء selective permeability of different protein channels، يعني each channel has its diameter، كل channels عندها الشكل حقها، القطر حقها، الالكتريكال شارج الخاصة فيها، يعني كل channel لها specific شيء محدد، فهمتوا؟ يعني شغلة محددة وأيام محددة وكل شيء محدد. وكمان عندها gating of protein channel، عندها gate، يعني تقدر تقفل تقدر تفتح، can be controlled، مش دايم مفتوحة وكذا سايبة على راحتها. فهو يقول لك gating of protein channel، the gates are extension of the transport protein molecules، يعني هذا ايش قصدهم؟ قصدهم على شفتوا اول يوم كنا نشرح كيف كانت الجيت هنا، دقيقة خلينا اوريكم. هذه جيت، تمام، هذه جيت وهذه، دقيقة بس، هذه جيت وهذه جيت. فالجيت هي عبارة عن extension، امتداد للترانسبورت بروتين موليكيول، هذا البروتين شانل، الجيت عبارة عن امتداد لها، يعني جزء منها.
فهو بس جس يشرح لكم أيش يعني gate. Can close over the opening of the channel يعني هذه ال opening صح؟ ال gate هذه تقدر close over the opening or can be lifted away or إنها خلاص lifted away يعني تصير كذا تمام؟ lifted away from the opening by conformational change in the shape of protein molecules itself. يعني عادي هنا يعني ما في شيء لازم تفهموه، المهم إنه يشرح لكم كيف تقفل الشانل كيف تفتح. The gate may be present on either outer surface or in the inner surface. يعني الجيت ممكن تكون موجودة هنا تقفل أو ممكن تكون موجودة هنا عادي ما يفرق وين تكون. The opening and the closing of the gate controlled by يا voltage gated يا ligand gated يا mechanically gated. زي ما شرحت لكم أول أنواع القنوات إنها ممكن تكون gated بيش. طيب إحنا كده خلصنا simple diffusion، نجي للنوع الثاني. دقيقة خلوني أراجع معكم عشان ما تخربطون. إحنا لسه في passive اللي without energy تمام. تكلمنا عن diffusion، تكلمنا عن السمبل ديفيوجن، وقلنا السمبل ديفيوجن يصير عن طريق الممبرين يا عن طريق الليبيد باي لير نفسه يا عن طريق بروتين شانل، وقلنا اللي تدخل في البروتين شانل تكون تكون تشارجد، تكون كبيره في السايز وكذا، واللي تدخل في الممبرين تكون ليبيد سويلبل وليبيد ان سويلبل بشرط انها تكون سمول وان تشارجد. وكمان الووتر مولكيولز، طبعا الووتر مولكيولز يدخل مع الاثنين. طيب الفاسيليتيتد ديفيوجن الحين راح نتكلم عنه تمام. الفاسيليتيتد ديفيوجن يسمونه كارير ميديتد ديفيوجن، يعني هو يحتاج كارير دايم اربطه الكارير مع الفاسيليتيتد ديفيوجن. طبعا هو needs a carrier that facilitates the diffusion of the substance to the other side due to their large molecule. يعني هو يحتاج شيء يشيله باختصار، شيء كذا هذا الموليكيول يعني كبير مره احنا نحتاج نشيله لانه ما يقدر يمشي بنفسه لانه كبير، نحتاج نشيله ندخله جوا الخلية او نطلعه، نحتاج to facilitate its diffusion. فهمتوا؟ فيكون large molecules such as glucose مثلا، glucose كبير، الامينو اسيد كبير، فيحتاجون ينتقلون جوا او برا الخلية عن طريق carrier، يحتاجون شيء يشيلهم. فيهم لازم تعرفون الجلوكوز والأمينو أسيد ينتقلون عن طريق الفاسيليتيتد ديفيوجن، وهو ديفيوجن ما يحتاج ATP، ما يحتاج ATP تمام؟ باسيف. طيب this mechanism تكون passively with the concentration gradient. The carrier has a channel large enough to transport a specific molecules. The molecules to be transported enter the channels and then become bound to specific receptor on the protein carrier. باختصار هذا الكلام إيش معناه؟ يعني شوفوا هنا مثلاً هذه البنفسجية، هذه شوف كيف رسمها إنها large molecules. large molecules راح تدخل مع هذا الكارير بروتين وراح تعمل binding لريسبتر معين هنا ينتظرها. شوفوا كيف على شكلها بالضبط specific receptor على شكلها، يستقبلها لما يعمل binding معها راح يدخلها جوا الخلية تمام. Then a fraction a second conformational change occur, the carrier protein, the channel now open and the opposite side of the membrane. باختصار ايش يعني هذا الكلام؟ حوريكم صورة ثانية عشان تفهمون. شوفوا مثلا هنا الكارير بعد ما سوى binding معها كانت الفتحة هنا تمام، كانت الفتحة هنا في هذا الجهة فوق، هنا مسكر، سوى conformational change وغير مكان الفتحة بعد ما صار binding وصار هنا مفتوح هنا مقفل. فهمتوا؟ عشان ينقل هذا الموليكيول لجوا. فشوفوا كيف الكارير غير شكله. فهو يشرح لكم ان الاوبننج بتكون في الاوبوزيت سايد. طيب عندنا الفاسيليتيتد ديفيوجن هاز ماني كاركترستيك فيتشرز، منها انه عنده يعني يشيل شيء معين، مثلا هذا يشيل الجلوكوز، هذا يشيل كذا، هذا يشيل كذا، فكل كارير بروتين له موليكيولز معينه. طيب بس عندنا الكارير يعني الجلوكوز والجلاكتوز مره يشبهون بعض تمام، فالكارير اللي ينقلهم واحد، فهم يعني ينقلهم نفس الكارير، فيصير عندهم كومبيتيشن، يصير منافسه بين الجلوكوز والجلاكتوز على السيم كارير بروتين.
طيب the rate of facilitated diffusion increase proportionately with the concentration gradient up to certain maximum rate called Vmax. إيش يعني هذا الكلام؟ شوفوا السمبل ال concentration gradient كل ما زاد شوفوا السمبل diffusion رح يزيد تمام؟ ال rate of diffusion رح يزيد كل ما زاد ال concentration gradient. طيب بالنسبة للسمبل diffusion كل ما زاد ال concentration gradient كل ما زاد ال rate of diffusion، لكن بالنسبة لل facilitated diffusion لا عنده قدرة معينة رح يوصل لنقطة ل Vmax بعدها ما عاد يقدر يزيد بعدها، يعني يوصل لمرحلة يصير له saturation يصير الكارير متشبع ما يقدر يشيل أكثر من كذا، فهمتوا؟ فزي ما انت شايفين هنا الجلوكوز يدخل عن طريق البايندينج سايت ويشيل الكارير بروتين لجوا، فعندي بالنسبة للفاسيليتيتد ديفيوجن مور سنسيتيف تو تمبرتشر ذان ذا سمبل ديفيوجن. طيب هنا عندكم سؤال مش تكست يعني مش من ضمن الكلام. The rate of facilitated diffusion reached the Vmax due to which one of the following factor؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي saturation of the carrier، لأنه خلاص carrier يصير متشبع ما هو قادر يشيل أكثر، كل الكارير occupied فخلاص ما راح تشيل أكثر فيصير يوصل ل Vmax تمام؟ اللي هي certain maximum rate ما يقدر يتعدى. طيب كذا احنا خلصنا من ايش؟ من هذا الشيء، من هذا النقطة كلها خلصناها. حندخل على الاكتف وحندخل على البالك ترانسبورت. طيب بس خلونا اكلمكم عن ايش الفرق بين الكارير بروتين والبروتين شحن العادية، ايش الفرق بينهم؟ اول شيء البروتين شحن العادية هي can be gated، يعني يصير عندها gate زي ما قلنا voltage gated mechanically gated whatever، لكن الكارير لا يعني ما يصير له gating يصير له saturation، فهمتوا؟ فالبروتين كارير زي ما انت شايفين كذا شكله، البروتين شانل لا تكون عندي can be gated وتكون تختلف عن الكارير، الكارير يغير في شكله يعني فتحة بدل ما تكون مرة تكون فوق تصير مرة تحت زي كذا، هذا الفرق بين الكارير والبروتين شانل. طيب نبدأ بالأكتف ترانسبورت. هنا بما أنه أكتف يعني إيش؟ يعني في إنرجي، يعني في ATP، يعني against an electrochemical gradient، عكس الإلكتروكيميكال gradient اللي هو عكس الconcentration gradient. الأكتف ترانسبورت يعتمد على specific protein carrier وكمان energy is needed، energy is derived from ATP، فمعنات الكارير اللي راح يسوي لي active transport لازم يكون عنده إيش؟ ATPase activity. إيش يعني ATPase activity؟ يعني يكسر ال ATP، ATPase يعني يكسر ال ATP، يكسر ال ATP عشان يطلع منه طاقة، فهمتوا؟ فلازم الكارير اللي يسوي لي active transport يكون عنده ATPase activity. طبعاً type of active transport قسمناهم لبرايمري اند سكندري بناء على السورس اوف انرجي. في البرايمري اكتيف ترانسبورت انرجي از درايفد دايركتلي فروم بريك داون اوف ادينوسين ترايفوسفيت اللي هي الاي تي بي اور سم هاي انرجي فوسفيت كومباوند. طبعا مثال عليه البرايمري اكتيف ترانسبورت اللي هي صوديوم بوتاسيوم بمب، الهيدروجين بمب، الكالسيوم بمب. طيب secondary active transport the energy drives secondarily from energy has been stored in the form of ionic concentration difference of second باختصار هذا الكلام كله راح تفهمونه لما اشرح كيف يصير secondary active transport تحت، بس باختصار بشكل indirectly ال secondary active transport تاخذ الانرجي حقتها او الاي تي بي حقها بشكل غير مباشر من primary active transport عشان كده اسمه secondary. So the primary active transport أو شيء خلونا نخلص منه ونفهم إيش هو كيف يصير. مثال عليه قلنا الصوديوم بوتاسيوم بمب. خلونا نشوف هنا الصوديوم بوتاسيوم بمب. الصوديوم بوتاسيوم بمب طبعاً قلنا أي شيء يسوي لي active transport لازم يكون عنده ATPs activity. فشوفوا مثلاً الصوديوم بوتاسيوم بمب هي primary active transport.
شو تسوي؟ تستخدم دايركتلي، تستخدم الاي تي بي وتكسر الفوسفيت واي دي بي وتستخدمه. ايش تسوي الصوديوم بوتاسيوم بمب؟ بما انها اكتف يعني حتحرك الاشياء عكس الكونسنتريشن جريدينت. يعني ايش راح تسوي؟ يعني حتدخل الصوديوم جوه الخليه، معلش تطلع الصوديوم برا الخليه وتدخل البوتاسيوم جوه الخليه، حتحرك الاشياء عكس الكونسنتريشن جريدينت. فراح تلاحظون انها راح تطلع لي ثلاثه صوديوم برا الخليه، شوفوا حطلع ثلاث صوديوم برا الخليه وحتدخل اثنين بوتاسيوم جوه الخليه. طب ليش تطلع ثلاثة صوديوم وتدخل اثنين بوتاسيوم؟ عشان تحافظ على البوزيتيف تشارج انسايد ذا سيل. فلما هي تطلع كثير بوزيتيف تشارج وتدخل بس اثنين بوزيتيف تشارج، معناته السيل تصير مور نيجاتيف من اللي برا، من اللي برا الخليه، فهمتوا؟ يصير اللي برا الخليه مور بوزيتيف واللي جوا الخلية مور نيجاتيف. فعندنا الصوديوم بوتاسيوم بومب تحافظ على انه الخلية تحافظ على وضعها الطبيعي انها تكون نيجاتيف انسايد. فهي تقريبا موجودة في all cells of the body. قلنا عندها 3 receptor sites of binding للصوديوم ايون انسايد، تسمح يعني تنقله من جوا الخلية، يعملها binding وتروح تطلعه. شوف هنا يدخل من جوا الخلية 3 binding site، بعدين تاخذه وتطلع برا الخلية. واثنين receptor site binding for potassium عشان outside، يعني هي تاخذ البوتاسيوم من outside تدخله بعدين جوا الخلية. الكارير بروتين عنده ATPs enzyme activity which convert ATP into ADP and phosphate. Transport 3 صوديوم out and 2 بوتاسيوم inside the cell. طيب الفانكشن حقتها قلنا maintain the difference across the cell membrane، زي ما قلت لكم تحافظ انه يكون جوا الخلية ايش نيجاتيف وبرا الخلية بوزيتيف، تمام؟ فهي تاخذ 3 صوديوم inside بعدين تطلعهم، تاخذ 2 بوتاسيوم وتدخلهم. طيب كمان تسوي لي electrogenic pump، establish a negative electrical fold inside the cell، زي ما قلت لكم اللي هي تحافظ على negativity inside the cell. control cell volume، تحافظ على حجم الخلية. كيف control cell volume؟ شوفوا في معلومة لازم تعرفونها، ان الصوديوم ياخذ معه موية وين ما يروح. فلما الصوديوم بوتاسيوم بمب تاخذ 3 صوديوم وتطلعهم برا الخلية، معناته تحافظ انه الخلية ما يتجمع جواها الموية وما تنتفخ، ما يصير لها يعني ما يصير لها انتفاخ، فهمتوا؟ ما يصير لها swelling of the cell. prevent the osmosis of water، تمنع حركة كمية كبيرة من الموية جوا الخلية. طيب الحين حندخل على secondary active transport. خلاص خلصنا primary، عرفنا كيف الصوديوم بوتاسيوم بمب دايركت تستخدم الـ ATP وتكسره وتسوي وظيفتها. طيب secondary active transport قلنا ايش راح تستخدم؟ بطريقة indirectly for transport molecule from lower to higher concentration. اصلا هي لازم تسوي from lower to higher، ليش؟ لانها عبارة عن active transport، يعني ATP، يعني عكس الـ concentration gradient، فلازم تنقلهم من lower to higher concentration with indirect utilization of energy. Energy comes indirectly in the form of concentration gradient produced by primary active transport. The gradient represents storehouse of energy. طبعا هذا الشيء راح تفهمونه اكثر لما نشرح تحت على الامثله، ان كيف البرايمري اكتيف ترانسبورت يسبب لي جريدينت، هذا الجريدينت راح يسبب لي السكندري اكتيف ترانسبورت. راح تفهمون اكثر مع الشرح. طيب السكندري اكتيف ترانسبورت قلنا تو تايب، اللي هو الكو ترانسبورت، كو يعني في نفس الاتجاه، كاونتر يعني عكس الاتجاه، اللي هو الانتي بورتر، انتي بورت والسيم بورت نفس الاتجاه يعني، بس هذا اسم ثاني. طيب ندخل الحين على الامثله عشان تفهمون اكثر. سكندري اكتيف ترانسبورت، اول شيء راح نشوف كيف يصير عندي كو ترانسبورت. شوفوا هنا عندي في هذا اليومن تبع، احنا نتكلم عن الانتستين الحين، في الامعاء كيف الامعاء تمتص. فمثل الامعاء هنا بكل سلام تبي تمتص الجلوكوز، فاحنا نتكلم عن اليومن وهنا على البلد. الحين الامعاء لما تمتص شيء بعدين ترسل البلد، والبلد عاد يوزع على باقي الجسم. طيب عشان تفهمون،
هذا اللي بين البلد وبين الانترستيشيال ابيثيليال سيلز، هذه الانترستينال ابيثيليال سيل معليش، اللي موجوده في الامعاء، هذا البيزولاترال ميمبرين يسمونه، اللي بين البلد وبين سيل ثانيه. واللي بين اليومن والانترستينال ابيثيليال سيلز يسمونه اليومنال اور ابيكال ميمبرين، وهذا الابيكال ميمبرين يكون فيه برش بوردرز، مايكروفيلايز، اشياء تسمح بالامتصاص. تمام، هذا بشكل عام عن الصورة الموجودة هنا. طيب الحين الجلوكوز بيمتص جوا الخلية، فهو ايش راح يسوي؟ راح يستغل وجود، شوفوا هنا خلنا نقرأ شيء، bumping an A out increase its concentration gradient outside. This represents a storehouse energy as زيادة ال NA always attempt to diffuse inwards. Move in its balls other substance. طيب إيش يعني هذا الكلام؟ شوفوا هذه صوديوم بوتاسيوم بامب، تمام؟ هذه هي صوديوم بوتاسيوم بامب. وقلنا عنها إنها إيش؟ إنها primary active transport. راح تستخدم الـ ATP directly وراح تطلع 3 صوديوم ودخل 2 بوتاسيوم، تمام؟ هذه مخلصين منها. هذا الـ primary active transport الموجود عندي هنا لما يطلع كثير 3 صوديوم برا راح يكثر الصوديوم جوا الخلية، يجي الصوديوم يبي يدخل جوا الخلية، خلاص يبي يدخل، هو دايم أصلا يبي يدخل جوا الخلية، فلأنه صار كثير هنا يبي يروح to lower concentration فيدخل جوا الخلية من هنا، فهمتوا؟ فيقوم الصوديوم اللي هنا داخل جوا الخلية لأنه صار هنا lower concentration وهنا high concentration للصوديوم، فالصوديوم حسب ال concentration gradient حقه راح يدخل جوا الخلية. فلما يدخل جوا الخلية يدخل مع مين؟ يقوم شايل مع مين؟ شايل مع الجلوكوز عن طريق أسجلت 1. طيب هذا هو الكارير حق الجلوكوز، تمام؟ حق الجلوكوز والصوديوم. فلما الصوديوم داخل راح يدخل مع الجلوكوز، فهمتوا؟ فكذا السكندري أكتيف ترانسبورت هذا عن طريق الكوبورتر، يعني كلهم حيتحركوا في نفس الاتجاه، تمام؟ البرايمري اكتيف ترانسبورت سبب لي زياده في عدد الصوديوم ونقصان في عدد الصوديوم جوا الخليه لانه طرد برا، فسبب لي ان الصوديوم اللي هنا مره يبي يدخل لان الصوديوم اللي جوا الخليه صار مره قليل فسحب معه. فاللي مسؤول عن السكندري اكتيف ترانسبورت مو وجود الاي تي بي بشكل دايركت، لا بشكل اندايركت، لانهم يحتاجون على البرايمري اكتيف ترانسبورت، والبرايمري اكتيف ترانسبورت يعتمد على الاي تي بي، فهمتوا؟ ف أتمنى أنكم فهمتوا الفكرة. يعني في النهاية الجلوكوز راح يطلع عن طريق كارير ثاني، راح يروح البلد وخلاص راح يمتص الجسم وعاد يتوزع. فهو خلينا نقرأ مرة ثانية، bumping NA out عن طريق هنا لما نطلع الـ NA out increase its concentration outside، راح يزيد الـ concentration حق NA outside. This represent a storehouse of energy، هذه الانرجي راح تسبب ان الـ NA بيدخل جوا يبي يروح للـlower concentration، فلما يدخل جوا it pull other substance as a co-transport، راح يدخل معه بنفس الاتجاه الجلوكوز. طيب جلوكوز absorption from intestine، طبعا هنا كمان تكمل للشرح، هنا شوفوا هذا الميكروفيلاي دخل عندي مثلا هنا صوديوم بوتاسيوم بامب، طلعت عندي الصوديوم دخلت عندي بوتاسيوم، لما طلعت عندي صوديوم الصوديوم زاد، يقوم الصوديوم داخل ومدخل مع مين؟ الجلوكوز، يقوم الجلوكوز عاد طالع بواحد ثاني، طالع هنا عن طريق الفاسيليتيتد ديفيوجن، يعني في كارير يشيله اللي اول تكلمنا عنه كارير الجلوكوز، فيطلع برا الخليه عن طريق سمبل ديفيوجن، الديفيوجن معليش اللي هو الفاسيليتيتد ديفيوجن. فعن طريق ايش مثلا يجيكم سؤال عن طريق ايش يدخل الجلوكوز جوا الخليه؟ عن طريق secondary active transport. عن طريق ايش يطلع؟ عن طريق الفاسيليتيتد ديفيوجن، لانه عادي راح يطلع بكارير عادي. ليش يحتاج كارير؟ لانه لارج، يعني اللارج ان سايز، يعني عنده سايز حقه كبير فيحتاج شيء يشيله، فيقوم الكارير هذا فاسيليتيت الديفيوجن اوت اوف ذا سيل. فيقول لك attachment of NA and glucose cause conformational change in the carrier protein. طيب فيقول لك نحتاج
اثنين مولكيولز ار اتاتشد من ال NA راح يسبب اثنين مولكيولز من ال NA اتاتشد بعدين يسبب لي دخول جلوكوز. فالترانسبورت اوف NA عن جلوكوز انسايد ذا سيل. NA اتس بامب اوت تو كيب اتس ليفل لو انسايد ذا سيل. NA اذا دخل جوا الخليه راح تطلع صوديوم بوتاسيوم بامب. فخلاص عشان ايش؟ عشان تحافظ على انه يكون قليل جوا الخليه ويستمر في الدخول طيب جلوكوز ديفيوز اوت. طيب الجلوكوز اللي دخل من وين راح يطلع؟ خلاص راح يطلع عن طريق الفاسيليتيد ديفيوجن. طيب الحين نجي النوع الثاني من السكندري اكتيف ترانسبورت اللي هي كاونتر ترانسبورت، يعني راح يدخلون عكس الاتجاه مو زي اول نفس الاتجاه. فشوفوا معي هنا مثلا هذه الصوديوم بوتاسيوم بامب راح تطلع اثنين صوديوم ودخل اثنين بوتاسيوم. اذا دخلت شو اسمه طلعت ثلاثة صوديوم، معليش الصوديوم راح يزيد جوا برا الخلية وراح يقل جوا الخلية صح؟ فراح يبغى يصير يدخل جوا الخلية، هو دائم أصلا يبغى يدخل جوا الخلية، فراح يقوم طالع مين؟ طالع مع نفس البورتر اللي هو الأنتي بورت، طالع الكالسيوم. بس هنا عكس الاتجاه، شوفوا هالصوديوم داخل والكالسيوم طالع، فهنا كاونتر ترانسبورت. فهنا NA attach on outside of the carrier protein، فهو يرتبط مع الكارير بروتين مع الأوتسايد، والكالسيوم attach inside the carrier protein. This cause conformational change of the carrier. Move NA and NA والكالسيوم outside N، يعني معلش يدخل صوديوم ويطلع الكالسيوم. Energy provide by concentration gradient، يعني الانرجي من وين جت؟ من الكونسنتريشن جريدينت، لانه الان اي دايم يحاول يدخل. فهم ما جابوا الانرجي دايركتلي فروم ذا اي تي بي، لا جابوها عن طريق البرايمري اكتيف ترانسبورت، البمب هذه اللي تطلع لي الصوديوم وتسبب انه دايم يبغى يدخل جوا، عشان كذا هي سكندري اكتيف ترانسبورت. طيب صوديوم بوتاسيوم بمب از لينكد تو كو ترانسبورت كاونتر ترانسبورت. طبعا هنا بس يشرح لكم الامثله، مثلا كو ترانسبورت قلنا زي مين؟ زي الصوديوم والجلوكوز، صوديوم والأمينو أسيد. كاونتر ترانسبورت زي هذا المثال اللي شرحت لكم تو، بس يعني يقول لك أمثلة على شانلز ثانية موجودة. طيب نجي لآخر شيء، خلاص إحنا كذا خلصنا هذا وخلصنا هذا، عرفنا إيش يعني كو ترانسبورت وكاونتر ترانسبورت. نجي عند البالك ترانسبورت، رح نتكلم عن الفلتريشن والفيزيكولر ترانسبورت. خلاص هذه آخر نقطتين في السلايد. فالبلك ترانسبورت defined as transport of large molecules or bulk of molecules، يعني زي الفلتريشن. فلتريشن يعني هو movement of fluid across the membrane from higher to lower concentration أو pressure area. معليش الفلتريشن أكيد درستو في التأسيس، يعني فزي ما انت شايفين في large molecules يصير في فلترتها. فالبلك كذا كأنك تغيرين كمية كبيرة، تسوين لها تغيير، يعني مو بس نقل جزيئات بسيطة، لا في نقل لكميات كبيرة. تمام. ومثال عليه الفيزيكولر ترانسبورت كمان، فهو عبارة عن ترانسبورت اوف لارج مولكيولز، يا عن طريق الفلتريشن او الفيزيكولر ترانسبورت. الفيزيكولر ترانسبورت في نوعين، في اندوسيتوسيس واكسوسيتوسيس، طبعا راح نتكلم عنهم. اول شيء الاندوسيتوسيس، من اسمها اندو يعني يدخل جوا الخلية. Movement of macromolecules. Macromolecules يعني molecules كبيرة large in size from outside to inside. Endo حتدخل inside by active invagination of the plasma membrane. كيف invagination؟ يعني على سبيل المثال هذه المولكيولز كبيرة، تمام، تبغى تدخل جوا الخلية، فيصير في invagination of the plasma membrane وتدخل على شكل vesicles، تمام، تدخل هذه المواد على شكل vesicles. ف عندي الاندوسيتوزيس عشان ندخل هذه المواد الكبيرة على شكل فيزيكلز جوا الخلية، عندي طريقتين، يا عن طريق الفاجوسيتوسيس يا عن طريق البينوسيتوسيس. طبعا الفاجوسيتوسيس يصير إذا مثلا عندي لارج بارتيكلز زي البكتيريا يصير لها فاجوسيتوسيس، ومو بكل السيلز تسوي فاجوسيتوسيس، يعني سيلز محددة زي الوايت خلايا الدم البيضاء وهذه الأشياء يعني هي اللي تسوي فاجوسيتوسيس، بحيث انها تسوي انجشن للبكتيريا بهذه الطريقه، يصير عندي انفاجينيشن للبلازما مبرين وتدخلها جواها.
تمام. طيب البينوسايتوسيس السيل درينكينج انجشن اوف بارتيكلز اكسترا سيل فلويد. طيب شوفوا هنا مثلا البينوسايتوسيس، عندي صورة دقيقة توضحها أكثر. شوفوا هنا البينوسيتوسس راح تاخذ عندي فلويد سوليوتس، راح تاخذها السيل وتدخلها على شكل فيزيكلز هنا من أوتسايد. الفاجوسيتوسس لا، حتاخذ بكتيريا مثلا وتدخلها جوا، حتاخذ أشياء ضارة وحيكون في خلايا خاصة تسويها. بس البينوسيتوسس كأنه يمثل تغذية الخلية، فهمتوا؟ طبعا عندي تو تايب، عندي كونستيتيوتيف اندوسيتوسس وريسبتور ميدييتد اندوسيتوسس. الكونستيتيوتيف از نون انديوسد بروسس، يعني هي تصير بشكل مستمر، تمام؟ يعني عادي الخليه بتسويه بشكل مستمر، ما راح يكون في شيء يحفز هذه البروسس ان يلا يا خليه ابلعي هذا الشيء، لا. بس عكس الريسبتور ميدييتد، الريسبتور ميدييتد لا، يصير في شيء يحفز هذا الاندوسيتوسس، فهمتوا؟ يعني هنا الفيزيكلز راح تتكون في الكونستيتيوتيف، الفيزيكلز راح تتكون من السيل ممبرين، تمام؟ راح تتكون الفيزيكلز من السيل ممبرين، ما في شيء يحفز تكوينها، بس السيل ممبرين راح تتكون منه فيزيكلز. بس هنا مثلا في الريسبتور ميدييتد لا، في ريسبتورز موجودة تكون معينة في السيل ممبرين راح تحفز الفيزيكلز انها تتكون. طبعا هنا يشرح لكم كيف تتكون، فخلنا نقرأ مع بعض على السريع. Large macromolecules such as a portion of molecules can enter the cells. تمام، في الريسبتور ميدييتد يكون عندي specialized portion receptor on the surface of the membrane. تمام، for specific type of protein to be absorbed. مثلا هنا شوفوا هذا الريسبتور، شوفوا هذا الكاثرين هنا، فهذا الريسبتور يحفز انه يصير عندي ايش؟ اندوسيتوسس. شوفي كيف الريسبتور بعدين خلاص يرجع سيل ممبرين طبيعي، هذا الريسبتور يحفز هذا الشيء. فالريسبتورز ار كونسنتريتد ان سمول بايتس ان ذا اوتر سيرفيس، وعندي كاوتد بايتس، شوفوا هنا ان كاوتينج وهنا كاوتد بايتس. فبس يقول لك انه الكاثرين هذه واشياء ثانيه تعمل لي الفيزيكلز، فهذه بشكل عام الريسبتور ميدييتد اندوسيتوسس. once the molecules bind with the receptor entire bite invagination inward. خلاص لما يصير عندي بايندينج، لما المولكيولز يصير لها بايندينج مع الريسبتورز راح تدخل كامل وتسوي لي فيزيكل، راح تدخل جوا الخليه. طيب الفاجوسيتوسس قال لك انه في سيرتن خلايا معينه هي اللي تسويه، وكمان هو انفولد لارج بارتيكلز زي بكتيريا واشياء كذا، يعني مش مولكيولز عاديه. تسوي المايكروفاج وسم بلاد وايت سيل، وايت بلاد سيل، يكون بكتيريا ديد سيل أو تيشو برايتس أشياء كذا يعني. طيب الفيزيكلر ترانسبورتس، إحنا تكلمنا عن الإندوسيتوسس، قلنا في ريسبتور ميدييتد وفي لا شيء يصير بدون ريسبتور يعني من السيل ممبرين نفسه. طيب بالنسبة للإكزوسيتوسس هي أشياء تبي تطلع من السيل، ما مو تبي تدخل، لا تبي تطلع من السيل. ماكرومولكيولز مولكيولز كبيرة يعني are packaged in secretory vesicles. فsecretory vesicles يعني secreted from the cell، يعني تبي تطلع من الخلية. This process تحتاج صوديوم، صوديوم أقصد كالسيوم، وتحتاج energy. طبعا في two type، constitutive و regulated. ال constitutive تقول لك إنه the vesicle form inside the cell وفيوز يصير لها فيوز مع السيل ممبرين and transport to different substance of the cell. شوفوا هنا مثلا constitutive يقوم طالع، هذه هي مثلا، تمام، هذه بروتين، هذه اللي جوا الزرقة هذه بروتين، تقوم مثلا هذا جوا الخلية هذا جولجي apparatus يقوم صانع هذه البروتينات ومطلعها، تمام. فهذه يصير لها constitutive secretion. constitutive يعني بترتبط على طول مع البلازما ممبرين وتطلعها برا ويصير secretion.
وعندي regulated لا يعني زي الريسبتور ميديتد أول في كاثرين في أشياء معينة ريجوليت ولا وكمان يحتاج سيجنال يعني هو ما رح يصير هذا السكريشن من الخلايا إلا لو في سيجنال. على سبيل المثال نفرض أن هذه الخلايا بيتا سيلز الموجودة في البنكرياس فهذه بيتا سيل ما حتطلع الإنسولين إلا لو جاها إيش إشارة أن الجلوكوز في الدم مرة عالي فيجيها السيجنال أو هرمون نيورو ترانسميتر يبلغها أن الجلوكوز في الدم عالي فتقوم هذه السيجنال تصنع مثلا شو اسمه تساعد أنه الإنسولين يطلع. أنا أضرب لكم مثال على الإنسولين يعني إنسولين يطلع فيكون ريجوليتد فهمتوا يكون في كاثرين هذه الزرقاء هذه الخضراء هي كاثرين وتكون سكريتري فيزيكلز تطلع بهذه الطريقة ريجوليتد فهذه ريجوليتد لازم يكون في سيجنال سببت خروجها سكريشن هرمون نيورو ترانسميتر when it's needed by the body زي ما قلت لكم زي إنسولين لما يحتاج الجسم. بس والله يا رب أنكم فهمتوا واستفدتوا لا تنسوني من دعواتكم.